العزة والكرامة في يوم بتحتفل فيه مصر بحدث تاريخي عمره 70 سنة، حدث غير مستقبل مصر تماما، حدث انحازت فيه قواتنا المسلحة كعادتها، انحازت للشعب المصري، ونتج عن ده تحرير مصر من سيطرة الإمبراطوريات الاستعمارية، وكانت النتيجة أن مصر رجعت لناسها الأصليين. فمساء الحرية عليكي يا بلادي، ومساء الفل عليكي يا شيرين. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على حضراتكم. يا رب تقضوا معانا يعني برنامجنا، وقت برنامجنا يكون وقت مفيد وجميل. كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير. بنحتفل بمرور زي ما الأستاذة قالت 70 سنة على قيام ثورة يوليو. والنهاردة بالمناسبة دي الحقيقة أن زعماء وقادة العالم تقريبا كلهم أرسلوا برقية تهنئة في ذكرى ثورة يوليو للرئيس عبد الفتاح السيسي. بنهني نفسنا وبنهني الشعب المصري بهذه الذكرى المهمة والفاصلة في تاريخ مصرنا، وربنا يحفظ مصر دايما وتكون في أفضل حال بشعبها وأرضها إن شاء الله.